أخبار اليوم. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، الآباء الأساقفة والآباء الكهنة، القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب والضعف، فليكونوا محللين بفم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم ناظر الآية الكبيرة ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك قديس ساويرس المعلم قديس بولس، والقديس أثناسيوس الرسولي، والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس كيرلس، والقديس باسيلوس، والقديس دوروريوس، من أفواه الثلاثة مائة وسبعة عشر كعب نحية، والمائة وخمسين بطرس أنطونية، والمائتان وزير الصحة والسكان،
والدكتور كلمي لنا وزير الثقافة، السيدة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار. نحضر معنا أيضا الأستاذة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والسفير عمرو عوض المنبر عن السيد الوزير سامح شكري وزير الخارجية. نود أن نشكر سيادة الفريق الأول صدق صبحي القائد العام الذي حتى أهلنا بالعين وأرسل وفدا من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحضور الصلاة معنا. يدق الوفد السيد اللواء مركب حرب مدحت النحاس رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتدريب، والسيد لواء أركان حرب عبد المجيد صقر مدير إدارة الشرطة العسكرية، والسيد لواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشؤون المعنوية، والسيد لواء أركان حرب أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية. كما هنأنا بالعيد السيد خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، السيد أحمد رحمي والسيد عمرو صفوت لحضور القداس. نود أن نشكر أيضا السيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، الذي أرسل لنا برقية التهنئة للعيد والنابع عن سيادته السيد اللواء إبراهيم دكتور مندوبا لحضور الصلاة معنا مع وفد رفيع المستوى من قيادات المجلس الأعلى للشرطة ومساعد الوزير. السيد اللواء محمد البهجي مساعد وزير الداخلية لقطاع التحقيق والحبوس. السيد اللواء نجاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال البدنية. السيد اللواء محمد الشربيني مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.